ومن رام الله ينضم إلينا على الهواء رأفت عليان القيادية في حركة فتح السيد رأفت. أهلا ومرحبا بك. نحن أمام مخططات تهويدية ربما مستمرة ولا تنتهي، هي بكل الطرق وبأشكال مختلفة، ولكن في الحديث عن منطقة حي سلوان، كيف سيواجه مواطن سلوان بالضفة مخططات المستوطنين؟ يعني من المعيب ومن الخطر أن تترك سلوان وحدها في هذه المعركة، والمعركة التي تواجهها سلوان هي معركة يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة. إسرائيل تريد القدس بلا عرب، إسرائيل تريد القدس بلا سكان، هذا مخطط معروف لدى الاحتلال الإسرائيلي ب2020، أرض أكثر بعرب أقل. في منطقة سلوان والحوض المقدس إسرائيل مخططاتها منذ سنوات طويلة في الآونة الأخيرة واضحة على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارات الاحتلال وعلى موقع ما يسمى بلدية أورشليم القدس، وفي تصريحات لوزراء ورئيس بلدية ما يسمى أورشليم القدس واضحون أنهم يريدوا سلوان بلا عرب. الجمعيات الاستيطانية المدعومة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمدعومة من اللوب الصهيوني تكرث ملايين الدولارات لتهويد المدينة المقدسة ولشراء العقارات ولتزوير الوثائق ولتهويد أكبر عدد ممكن من البيوت المقدسية لصالح المستوطنين الإسرائيليين. لا يجوز أن نترك سلوان وحدها وكأنها معركة سلوان في هذه المعركة، ولا يجوز أن نترك المقدسيين وحدهم في هذه المعركة، ولطالما قلنا أن معركة القدس هي معركة عربية وإسلامية، لا تستطيع لا القيادة الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني ولا أهالي سلوان والبلدة القديمة وحدهم مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تقصد أنه من الممكن أن يكون هل من الممكن أن يكون هناك إجراء يجب أن تتخذه السلطة الفلسطينية في حق هذه الممارسات الإسرائيلية والمستوطنات وأيضا مخططات التهويد؟ يعني نحن كمقدسيين منذ اللحظة الأولى حذرنا من المخططات الإسرائيلية وقلنا أن هذه المخططات بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة لدعم وتعزيز صمود المقدسيين في بيوتهم، لدعم وتعزيز المقدسيين في مدينتهم. لا تستطيع القيادة الفلسطينية وحدها أن تخوض المعركة، ولكن هذا لا يعفي القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية من مسؤولياتها اتجاه ما يجري في القدس، اتجاه هذا التهويد. يجب أن يكون لدى القيادة الفلسطينية استراتيجية في دعم القدس، في تعزيز صمود المقدسيين، ولكن في عجالة سيد رأفت، ما هو موقف المجتمع الدولي من هذه الخطط الاستيطانية والتهويدية، وخاصة إذا كانت في ضد فكرة حل الدولتين؟ يعني نحن الآن الشعب الفلسطيني والمقدسيين أصبحوا في حالة إحباط من قرارات المجتمع الدولي. نتحدث عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر من 760 قرار خرجت لصالح الشعب الفلسطيني لم ينفذ منها شيء. مجلس الأمن أصبح بيد الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم حق النقد الفيتو في أي قرار يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى أو يتعلق بالقضية الفلسطينية. نحن رهاننا على صمود شعبنا الفلسطيني، رهاننا على عمقنا العربي والإسلامي، على دعم العرب والمسلمين لصمود وتعزيز المقدسيين، على وضع استراتيجية عربية وإسلامية شاملة لتعزيز صمود المقدسيين. نعم. يجب أن تكون القدس هما عربيا يوميا وهما إسلاميا يوميا، ليس موسميا. القدس ليست محطة لدعاية انتخابية. نعم. وليست ورقة سياسية تستخدمها الدولة الفلانية والدولة العلانية. نعم سيد رأفت عليان القيادي في حركة فتح، كنت معنا على الهواء مباشرة من رام الله، شكرا لك.